أركز على يعني إجابة على بعض الأسئلة التي ترتبط بما هو قائم، وبتركيز خاص على الحركات الشبابية، لأني أنطلق من أن هذه الحركات هي أصفى تعبير لطبيعة الإشكال ولطبيعة التغيير ولطبيعة صراع الأجيال الذي تمر به الكويت. طبعاً هي ليست جيلي ولا جيلك، لكن هي جيل الشباب، وفي صراع أجيال على ما يبدو في هذا الحراك الكبير. إذن حراك شبابي متداخل يعبر عن كتلة كبيرة من المجتمع، هي أغلبية الشباب، أغلبية المجتمع، وحركها أساساً خوفها من المستقبل، خوفها من ما هو قادم، وقلقها الحالي، وشعورها أن هناك ضياع. هي هذه الفئة استشعرت بالخطر كما تستشعر العصافير بالزلازل، استشعرت أن هناك إشكالية، وبالتالي بدأ يتبلور هذا التعبير الحراك الشبابي. وبالتالي الشباب يعني ليس مسؤولا عن التسيب، ليسوا مسؤولين عن الأخطاء، أخطائي أو أخطائكم أو أخطاء الأجيال الأكبر أو الأجيال الحاكمة السائدة، ليسوا مسؤولين عن فوضى المؤسسات ولا عن غياب دورها ولا عن مشكلة الواسطة ولا عن المحسوبية ولا عن الفساد ولا عن سوء الإدارة، وإنما هم في غضبهم هذا نتاج لها. إذن نتاج لا نستطيع أن نلومهم على هذا النتاج ولا نحملهم مسؤولية أخطائنا، وبالتالي لا نعاقبهم على ما لم يرتكبوا، هكذا أرى من جهة. إذن هم يسعون كما أقرأهم لتطوير، لتغيير، وهم بالتالي نتاج واقع محدد. إذن نتاج مأزق السياسة في الكويت، نتاج مأزق السياسة في الكويت، ونتاج ضعف الاستيعاب وشعور كل فئة من الفئات في المجتمع أنها مهمشة، أنها مستثناء، أنها ليست في المكان المناسب، ربما كل فئة، ربما كل فرد، ربما كل مجموعة. شعور عام بدأ يتبلور عاما بعد عام. طبعا يعني ربما أضرب مثل من تجربة قديمة وفي زمن الشباب القديم، عندما ذهبت إلى الولايات المتحدة للدراسة في السنة الأولى للجامعة والثانية للجامعة، فوجئت بأن هناك حركة كبيرة في المجتمع تقوم بأعمال التظاهر وبأعمال الإضراب المرخص والغير مرخص، والحقيقة أغلبه غير مرخص، وكانوا القائمين في هذا هم الملونين السود في الولايات المتحدة. الملونين بشكل أساسي كانوا قائمين بالثورة في الولايات المتحدة، وانتبهوا نحن نتحدث عن دولة ديمقراطية فيها تداول على السلطة، فيها رئيس منتخب ومجلس نواب منتخب ومجلس شيوخ منتخب، وأكثر بلد في العالم فيها انتخابات حتى على مستوى المدارس الـ يعني السلطات الخاصة بالمدارس التي تشرف عليها مجالس إدارتها منتخبة، الولايات منتخبة. ومع ذلك شعرت فئة من الناس أن هناك اختناق في وضعها، وأنها لا تستطيع أن تعبر بالوسائل القانونية وبالوسائل الشرعية، فذهبت بالاتجاه الآخر. طبعاً ثورة الملونين في الولايات المتحدة
حرقت مناطق واقتحمت مناطق وطردت البوليس من مناطق وأقامت وأقعدت الدنيا وبرز مارتن لوثر كينغ وطرح لدي حلم والتزم الأسلوب السلمي، لكن ليس كل من شارك من جماعته التزم بالأسلوب السلمي، هو الذي التزم بالأسلوب السلمي واستطاع أن يأخذ هذا الحراك الكبير بهذا الاتجاه. بالمحصلة بعضهم يعني قام بأعمال شغب، وبعضهم كان هناك مناطق مغلقة، أنا ذهبت إلى بعض هذه المناطق من باب أن كان لدي صداقات مع بعض المجموعات التي أخذتني إلى تلك المناطق، مناطق لا يدخلها شخص من اللون الأبيض. لهذه الدرجة كان الانقسام العنصري. طبعا المفاجأة الأخرى لي كانت أنه أوكي، هذا يقع في هذه الدولة الديمقراطية، ونحن نتحدث عن أوائل السبعينات، لكن أنا عندما أتيت في أوائل السبعينات كان هذا الموضوع يهدأ، لكنه كان لا زال متوقدا، لكن هو في الستينات هذا الموضوع. لكن السؤال الذي أعجبني وربما أثر على تفكيري في حينها، أن أساتذتي في الجامعة والكثير ممن حاورتهم من أشخاص مرتبطين بالأبعاد المجتمعات المجتمع المدني أو غيره الأمريكي، كان يقول هذه الانتفاضة السمراء، هذه الثورة السمراء، ثورة محبة، إنهم يقرعون على باب النظام السياسي لأنهم يريدون اعترافا بهم ويريدون مشاركة حقيقية، إنها ثورة مواطنين من أجل المواطنة. هذا الذي جعلني أتساءل، عوضا عن أن يقولوا هؤلاء مخربين، هؤلاء مدمرين، هؤلاء غوغاء، هؤلاء يحرقون، هؤلاء العكس كانوا يقولوا. طبعا المتعصبين كانوا يقولوا أمور أخرى، لكن كان هناك تيار كبير وصل إلى أعلى المستويات في السلطة الأمريكية كان يقول هؤلاء، هذا إعلان مواطنة، الذي يقوم بهذا محب لأنه قام بهذا متضايق. لو كان يشعر أنه لا زال يشعر بشعور العبودية لما قام بهذا التحرك، لو لم يشعر أنه أمريكي لما عبر عن نفسه، لو لم يشعر أنه منتمي لما قال أريد حقوقي، الذي يطالب بحقوقه هو المنتمي. الذي لا يشعر أنه منتمي يكتفي بما لديه لأنه لا يهمه المكان ولا يهمه الزمان وإنما يهمه ذاته. الذي يشعر بالانتماء يطالب بحقوقه لأنه انتمى. إذن هذا دفع تلك الدولة الكبيرة رغم أنها ديمقراطية وقعت فيها أحداث غير ديمقراطية إلى إصلاحات. اليوم هناك رئيس أمريكي من اللون الأسود يرأس الولايات المتحدة، وبالمناسبة لم يسود الولايات المتحدة لأنه أصبح رئيسا لها، وإنما أصبح رئيسا للبيض والسود والصفر والحمر والخضر وكل الأنواع وكل الأشكال وكل الخلفيات. هذا معنى هذا التطور. طبعا إذن الظاهرة التي أمامنا بالكويت إذن هي ظاهرة محلية، ليست مستوردة، ليست من العالم الخارجي، هي ظاهرة محلية يحركها حس وطني، حس ذاتي، يحركها اعتبارات محلية وتسعى لإصلاح، تسعى لحراك يخرج الكويت من الواقع التي تعيشه. تنجح لا تنجح موضوع آخر، لكن هذه نواياها، هذا هو الأساس الذي أقرأ أنها قامت عليه. إذن هل هي سلمية؟ أرى أنها سلمية، سلمية إلى أبعد الحدود، وتعكس ثقافة سلمية للمجتمع الكويتي، هو بالأساس مجتمع جدا مسالم. من جهة أخرى هي موالية للإطار العام، للمؤسسات الدستورية، للأسرة، لما تعني الكويت. هي ليست ثورية، لا أقرأ الشباب أنهم ثوريين بالكويت، أفهم أن الشباب في ساحات مصر ثوريين غيروا النظام، لكن الشباب في ساحات الكويت إصلاحيين، لا يريدون تغيير النظام، يريدون إصلاح النظام. إصلاح النظام يعني أي نظام سياسي يحتاج إصلاح كل 5 سنوات، كل 10 سنوات. اليوم بنزل سوفتوير 1.1، 1.8، 2.5، تطوير السوفتوير. نفس الشيء الأنظمة السياسية تتطلب تعديلات، إصلاحات، أمور تحتاج فصل أكثر، أمور تحتاج توضيح أكثر،
ولكن لصالح الديمقراطية، لصالح الحريات، لصالح احترام الإنسان، لصالح رفعة الإنسان. بالمحصلة ما قيمة أي شيء، ما قيمة الدولة، ما قيمة السياسة، ما قيمة المجتمع، ما قيمة أي شيء إذا لم يكن بالنهاية لخدمة رفعة وكرامة وصالح الإنسان. يعني الدولة ليست جماد، يعني المحصلة هي مجموعة من البشر، ناس، فكيف تؤمن هذا لعموم المجتمع؟ طبعا لو سألتوني هل هذا متأثر بالربيع العربي، أقول أنه الربيع العربي مرحلة تاريخية دخلت المنطقة العربية، كما دخلت بمراحل تاريخية شبيهة. الربيع العربي مرحلة ثورات شباب وتعبيرات شبابية ورسالة جيل. الربيع العربي فيه تعبيرات في أماكن ثورية وفي أماكن إصلاحية، ليست كلها ثورات وليست كلها إصلاحات، لكنها تعكس سعي العرب لمكان أفضل في مجتمعاتهم، ووصلت لهم مشاعر الحرية، وهذا جوهر الموضوع لا أكثر ولا أقل. بالمحصلة الإفرازات ستختلف من مكان إلى آخر. إذن هل يتأثرون بالتكنولوجيا؟ بالطبيعة أن التكنولوجيا بالطريقة التي وصلت إلينا وبالطريقة التي تعممت أصبحت مؤثرة كثيرا في كل المجتمعات العربية، وأثرت وخلقت تفكيرا مختلفا، وأصبح لا يمكن إخفاء حقيقة. يكفي ويكيليكس كيف تنشر كل الأمور وتغير المفاهيم حول ما هو سري وما غير سري، فما بالك بانتشار المعلومات ضمن المجتمع والتعبيرات المختلفة ضمن المجتمع.